مساء الفل، مساء العسل، مساء السعادة، مساء الحب على أجمل وأجدع جمهور نفسنا العظيم. قبل ما أبدأ بس محتاجة الكوافير يظبط لي القصة بتاعتي. أوه حضرتك في حاجة؟ إيه دي؟ ما هذا؟ أوه ما هذا؟ القصة أثرت على أدائها، أنت خدتي بالك؟ وبعدين هي تحول مننا في نص الحلقة، مش متعودة على القصة اهي. بليز داخل فينني عنها، داخل فينني عنها يا مشوار. والله بس كده انت اللي جبتيني. بتقلديني ليه يا بدرية؟ ايه؟ بتقلديني ليه يا بدرية؟ ده شعري، انت باروكة. ده شعر طبيعي على فكرة. وده شعرك يا بدرية؟ اكذبي بقى، اكذبي وروحي النار. ده شعرك انا عايزه اقول لجمهور الجيش، خلينا احنا بره اللي بيحصل ده. خلي عندك شخصيتك المستقله على القصه. اه طبعا على القصه حق الكل مواطنه شريفه. يا سلام، معروفه كده كلام معروفه دي يعني. انا شاريها من بره ولا بتاعتي؟ يعني ايه الفرق في الاخر؟ انت في الاخر بتقلدي ستايل بتاعي. لا الكلام تقيل قوي على ودني. انا اصلا القصه عندي كانت موجوده بس ما كنتش بعملها بالطريقه دي، فالنهارده قلت اغيظ هدي زي ما ساعات بلبس عدسات واغيظها، النهارده اضرب لها القصه. بدريه مش بتقلدني، بدريه بتلعب معايا. خلينا في موضوع الحلقه.